I live inside my own world of make-believe. ما في جرامر في اللغة الماليزية، اللغة بيزك جدا، تحدثها بطرق مختلفة جدا، كل زول بيتكلم بطريقة. الإنجليزي فيه جرامر باست فيوتشر بريزنت، بالنسبة للماليزي ما فيه الحاجات دي طبعا. I went to the market بالإنجليزي، بالماليزي اللي هي نا برجي ماركت. ممكن زول تاني يقول لك نا تشوتي ماركت. كل زول عنده لهجة معينة، فروقات بسيطة. هم ذاتهم ماخذين بعض الكلمات من اللغة الإنجليزية ضايفينها في اللغة الماليزية. ديل مثلا سكوالا لمبور، اوكي ذاتس فيري جود. سو سكارانغ ناب وات ابا، الحروف بتاعتهم اول شيء نفس الحروف الإنجليزية A B C D E F G H I J، بس بالنسبة للنطق كسنتنس مع بعض بتجي مختلفة شوية نوعا ما. بالنسبة للأرقام اللي هي ساتو دوا تيغا أمباد ليما أنام توجو لابان سيمبلان سبلو. كوالالمبور ده السيتي سنتر اللي هي 14 ولاية، منها ولايتين منفصلة عن بعض اللي هي صباح السروات، والباقي اللي هو معروف بقية الولايات. الرينجل الفئات بتاعتها اللي هي 100 رينجل 50 رينجل 20 رينجل 10 رينجل 5 رينجل ورينجل. عندهم طبعا طرق جدا كثيرة، انه هو عندهم الترين وعندهم الباصس وعندهم التاكسي